على أعلى قمم جبال عمان السبعة، أي جبل القلعة، أقيم متحف الأثار الأردني ليروي للزائر جزءا من تاريخ البشرية التي استوطنت في الأردن منذ سنوات طويلة. رتبت محتويات المتحف بطريقة هندسية على مساحة 550 مترا مربعا. هنا النادر من المقتنيات مثل تماثيل عين غزال الجصية التي تعود لنحو 7000 عام، وهنا الملف النحاسي من مخطوطات البحر الميت التي عثر عليها صبي يبحث عن شاة فقدت من قطيعه. وفي الخزائن أيضا هيكل عظمي كامل لطفل صغير مسجن في جرة فخارية يعود للعصر الحجر النحاسي. المقتنيات الأثرية تبين مدى تطور سكان الأردن قديما في مجال الصناعة والعمارة وفي تعاملهم مع البيئة. يأتي الزوار والسياح للمتحف من كل حدب وصوب، فالمتحف يتوسط مشاهد خلابة لعمان، إذ يطل على المدرج الروماني وعلى وسط عمان القديمة وعلى أسواقها وعمرانها وحدثتها، ومنه يتاح للسياح أخذ فكرة متكاملة عن حضارات عاشت وتطورت في الأردن.